إن ميتك أن لا نجس ياسرين تيار توجه رسول الله صارو حباشي وان قن وان الجوت هاجية لا إله إلا الله محمد رسول الله حبال باب حيت دون تيا هن الله صادر ومن أنت سان ودي سن النعم إن ميت كيس لنا أقول الله نعصنا أصياس دي يبدي مدان لنا كل هلا دا يقيس كا وكسو تشيدو الله ونحرست مرحون عبد الناصر موسى حاجي عبد الدهابلي واللي قد لي مجال هذا مقدسه أيا كه الله يجري دا مرحون كاسي اللي قد لي مجال هذا سيم مقدسه أو كتر سنة سراكيش هيدا إكاوا إدو اللي مادية دا الصوماليا إهلا دا إيو قويس كو كسو تشيدو مرحون كاللقو ديلي مقدشو والله اللي تلفشن كا سي بي اي أيا حكومة دا دولة دا فدرال كا الصوماليا وسو تشيدي اي إن ميت كا ويل كو دا اللو كينو مقالة دا قبيلة إيو كسو تشيدو إسلامر كاسين آن لغا سياسة دا إنسي دا إيه هادل كو ديجين عبد الناصر موسى حاج عبد حدي وحوانين متعلمة أو أقون تصو برتي أفيشن كا جرمال يو إنكريس كواكا صوبرتي أقوان سراء أولى دوليست إيه هاقيست ديارة يونو شقيني هايدا رأيت كا ديارة كاوا مين كاسي قولن تشيدو قولن تي مسؤولية دي دوحي سارانتا هايو إيمي كبالا نوشاقا إن رقل واحد حيلي دول دا صوماليا عدين تي دي إيمي هايقا دو كلكم مسؤول وكلكم عن رعيتي يدا كمسؤولة سو سارستا أدي وحاقيستي قبصان ماينو كانا هردع ماينو وحان لكن عطسانانا أنقو إهلكي يو قويسكي وكرد الشيء عبد الناصر موسى حاج عبد حدي إن ميت كا أن لنقى سياسدين تيار توجه رسول الله صارو حواشي وان قن وان الجوت هاجية أن لقى أنا حق ولا ترى من هاي إيركين وعاصم لما يكيون قصم من أول ما يرنو وحنو هذا عطسنا ما قد كستوا خصيصنا وش جينا نكا إسلام كاس عادي سعد ما تي إن أنا وح كلل لو جد لو أن ميت لسكوتش جدنا ميت كا هذا إنه إيركين هاي أن قصم من أول صادرة حواشي وان قدرناي ولا الذي أبيه أباد كي أنا غو أدير كي أنا خو سمر نميت كه ديارة يعني لنا غير من سلخ سال لنا غشود لايو دولت هي هيئة ميت كي دون تبع عدي أي خصيصو أي أرين تها خو شقله وحسين حريص له يصير حشم الله وقع سنة هنا إن أي ميت كاسي سي أنا غو سمر نو قعنت نلبسه قليو أنا لغو كهنو قال كان جونو هي هالقول شيء taasan ka codsanayna aniga oo ah marxuunka adeerkii waxaan halkan ka codsanayna cid kasta oo ay khusayso haday tahay hay'adaha haday tahay dawlad haday cid kasta oo ay khusaysaba inay noo fududeeyaan si aanu meedka ugu samirno oo noo aasano isla markaana ay noo soo gudbiyaan oo noogu keenaan halkii uu ka soo jeeday anoo ah meedka awoogi waxaan ka codsanayaa cod dheer iyo cod gaaban ba cid ay khusayso dawlad iyo hay'adba in meedka si naxariis leh noogu soo gudbiyaan noo soo diyaarada noo soo saaran noo soo dhaweeyaan أنا كل سمرنا إن شاء الله تعالى. مدحوينا هسي إنه ميت كيس هسي نو أقولاده يا كعصرينا دولة إلا ميت كيس الله نو كينو يا كعصرينا. إن الله وإن الله راجعون عن كعصرنا هاي ده يا دولة ده صومالي أبا إننا كعاس ودن تاي إل كي هو يكبرنا هاي إن ميت كيس الله نو أقولاده نو أصنا الله نسيه ayaan ka codsanayna oo siyaasad iyo dib midan la naga gal ayaan ka codsanayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan ku codsanayna dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha islaamka ee jooga waxaan ku codsanayna inaan kaga si dhintay dhimashada waan garanaa oo dad muslim ah nahay sidoo ugu sharafta badan la in meedkayga aan ku samirna waalid iyo walaalbe ilmahayaga si dhintay meedkiisa sidoo ugu dhaqsaha badan la in la noogu keeno ayaan codsanayna dawladda Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oo dhintay allah uu naxariisto kulayba u dhiman lahayd oo dhintay tan ka xaqtaran baadishay waxaan ka codsanayna dadka islaamka ay meesha jooga dad gaalis ma joogaana dad islaam ah uun ba jooga kulay waa meed maxabadaas meed laga adkaysanay meed hana loo soo diro uun dadka han ku samirne hana loo soo diro uun xabaal baa bixita doontay hana loo soo diro uun intaasan weydiisanayna madaxweynaha iyo wixii islaam ah meesha jooga ee dawladda laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah kullu nafsin da'iqatul maut allah wa nahriso ناصر موسى وحن لين هيا يدي قاعدة تمر كهرباء وشقيني يعني وحن قاعد صننا ميت كأني إسكسوري جسو سيعيو بسم راندت كودن تيرايسن سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه قبل كجبلي ما شاء الله سودو هذا لجان قاعد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا غولا هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سوغو لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121